اللي هعمل سلطة الجزر. السلطة دي لذيذة جدا، حرفيا رهيبة، أنا بحبها. لو لقيت طريقة أعملها كل يوم، سهلة وسريعة وما هتاخد معانا وقت. تنفع كمقبلات في العزايم أو تنفع في الغداء، تنفع في أي وقت. بس قبل ما نشوف طريقة تحضيرها، ما تنسوا تدعموا قناتي باللايك والاشتراك وتكبروا لي القناة شوية. يلا نشوف طريقة تحضيرها. هحتاج لزيت زايد شوية من المعتاد، يعني زي فنجان من الزيت، وعندي 5 جزرات بشرتهم حضيفهم للزيت، وبطاطساية وسط برضو بشرتها. البطاطس بتقل قوام السلطة شوية. هحمص الجزر والبطاطس في الزيت لغاية ما يدبلوا معايا. ممكن تاخد معايا العملية دي من 8 ل10 دقائق، لغاية ما نحس انه الجزر دبل معايا تماما. حتى ممكن لو شلنا بيدنا يتهرس معانا شوية، كده معناته هو جاهز. هنرفع من النار ونخليه يبرد زي 5 دقائق كده، نبرده شوية. بعد كده هنضيف له 3 ملاعق من المايونيز كبيرة، وملعقتين من الزبادي كبيرة برضو، ثوم مهروس زي 3 فصوص كده، رشة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود، وعصير نص ليمونة كبيرة. نشيل بذور الليمون ونقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا لغاية ما تمتزج معانا تماما. وبكده سلطتنا جاهزة، ما أخذت معانا وقت نهائي. قمة اللذاذة صراحة، لازم تجربوها. كده هي جاهزة للتقديم. ما تنسوا تشتركوا في القناة، ما تنسوا تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. حتلقوا المقادير كلها في صندوق الوصف تحت الفيديو مباشرة. مع السلامة، في أمان الله.